حلقه جديده من سلسله ملح وحلو. في هذه الحلقه هذه غادي نحاولوا نصوبوا جميل صابلي وغادي نذوقوه بالشكلاط. كنحتاجوا فيه كاس ديال مايزينا، كاس ديال سكر كلاصي وشويه ديال الملحه، جوج بيضات فانيا وحده وخماره وحده، 250 غرام ديال الزبده العاديه، والفورس طحين الفورس على حسب الخليط. اولا تنبداو بالزبده، تنديروها تطلق مع سكر كلاصي. ملي ترجع الزبده بحال شي بوماد مع سكر كلاصي، تنزيدو عليها جوج بيضات. من بعد تنزيدو ساشي ديال الفاني وديال الخمار، زائد الكاس ديال المايزينا، وتنخلطوه مزيان، وتنبداو نضيفو الطحين شويه بشويه. ما خصناش نقصحوه بزاف، خصنا نخلطو معاه الطحين وحنا رادين البال باللي يقصح لنا بزاف. ملي تتجمع العجينه تترجع بحال هكا لينه، ما خصهاش تقصح بزاف، تكون بحال هكا. هاد العجينه تنقسموها على جوج، نص تنخليوه ابيض والنص الاخر تنزيدو فيه جوج معالق صغار ديال الكاكاو، وتنخلطوه معاه حتى تترجع العجينه كحله. الاخير تناخذوا القطع بجوج، تنديروهم في ميكا نقيه ولا في السولفاريزي، وتنشدو عليهم مزيان، تنديروهم في الثلاجه يبردوا شويه على الاقل نص ساعه. هذه يمكننا نخدموهم. من بعد ما بردت لنا العجينه وخرجناها من الثلاجه، تناخذوا شويه ديال الفورس تنغبروه فوق المكان اللي غادي نطلقوا فيه العجينه، وتنطلقوها بمدلك. تنحاولوا نطلقوا العجينه ما تكونش رقيقه بزاف، ما بين جوج حتى ثلاثة ديال المليمتر، وتناخذوا مراشم على حسب الذوق ديالنا كيف ما بغيناهم، كنقطعوهم بحال هكا. حتى نعمروا الطبسه اللي تيدخل الفران تنكونوا درنا له سولفيريزي، كندخلوها الفران على حراره متوسطه، تنطيبوهم من التحت وعاود كنهبطوهم ياخذوا اللون الذهبي من الوجه، وتنخرجوهم. من الاحسن ما نطيبوهمش بزاف، خصهم يبقاو شويه بويض، ما خصهمش يتحمروا بزاف. واحد الملاحظه بالنسبه للصابلي اللي لونه كحل، تيخصنا نعرفوا نتعاملوا معاه في الفران، لانه على حسب اللون ديالو ما غاديش نعرفوا هو شطاب اولا. من الاحسن نخلطوا الطبس اللي غيدخل الفران فيه صابلي بيض وكحل، باش ملي كيطيب لنا البيض وكنعرفوه طاب كيسهل علينا الماموريه باش نعرفوا الصابلي الكحل واش طاب اولا، باش ما يتحركوش. الصابلي هو وجد، خرجناه من الفران. انا استعملت جوج ديال الاشكال، فراشه وورده، وفي نفس الوقت بجوج الالوان بويض وكحل. ومن الاحسن ما نخدموهمش حتى يبردوا مزيان، لانهم فتيان ودغيا تيتهرسوا. غادي ناخذوا 150 غرام ديال الشكلاط الابيض نذوبوه في دماغي، زائد 150 غرام ديال الشكلاط الاسود حتى هو نذوبوه في دماغي. وما ننساوش دائما الشكلاط الاسود الممتاز هو اللي تنستعملوه دائما، ولا بدا يكون عندنا ليمون اللي تنزوقوا بهم الشكلاط. انا عندي جوج ديال هذا ديال البلاستيك، تيتباعوا في المحلات التجاريه المختصين في بيع لوازم الحلويات، وعندي جوج ورده وفراشه بنفس الشكل ديال الكاطو اللي درنا.
تناخذوا هذه الفراشه هذه وتنحاولوا نصنعوا منها فراشه فيها جوج الالوان بالشكلاط الابيض والكحل. تناخذوا شويه ديال الشكلاط الابيض وتنديروه في التحت ديال الفراشه ونديروا فوق منه الشكلاط الاسود. تنبقاو مستمرين بهاد العمليه حتى تنعمروا الفراشات ديالنا كاملين. يمكن لكم ديروا هاد الطريقه ملي تنديروا الشكلاط الابيض، تناخذوا كوردون وتنحاولوا نديروه لتحت في الجنيبات وعاد تنديروا فوق منه الشكلاط الاسود. ملي تنكملوا بالتعمار تنزكوه بحال هكا حتى تيتقاد الشكلاط. حتى تيتقاد الشكلاط وكندخلوه للفريكو واحد الخمسة دقائق حتى تيجمد وعاد تنستعملوه. ملي تيبسو الشكلاطات مزيان تيبردو تنقلبو الموز غير بشويه تيطيحوا. واهم حاجه يدينا خصهم يكونوا نقيين مزيان من الشكلاط باش ما نوسخو لهمش الوجه ديالهم. بقاو بحال هكا خصنا نصوبوا عدد الشكلاطات بحسب عدد الصابلي اللي عندنا. تناخذوا كل صابلي تنديروا فيه في وجهه نقيطة ديال الشكلاط وتلصقوا عليه الشكل اللي تيناسبو مثلا الفراشة مع الفراش، وفي الاخير تيجيو بحال هاد الشكل هذا. نتمنى هاد الفكرة تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم حلقة اليوم ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا معايا في لاشين ديالي على يوتيوب ملح وحلو وفي الفيسبوك ملح وحلو. وبصحة وراحة.